أشادت التقارير الدولية بما وصل إليه النظام التعليمي في سلطنة عمان من تقدم في العديد من المؤشرات التربوية التي رصدت الجوانب المختلفة للتعليم. وأشارت هذه التقارير إلى أن سلطنة عمان حققت مؤشرات جيدة في قياس جودة التعليم، إلى جانب تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2022 ميلادي. هناك تعاون كبير بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم في سلطنة عمان لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والهدف الرابع للتعليم بشكل خاص، وتترأس وزارة التربية والتعليم الفريق الوطني لمتابعة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وقد صنف تقرير الأمم المتحدة سلطنة عمان في المركز الأول بين دول مجلس التعاون ودول الخليج في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لعام 2022. وأشار التقرير أيضا أن سلطنة عمان تتجه في المسار الصحيح لتحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني للتعليم، خاصة في المواضيع المتعلقة بالعدالة والمساواة والإنصاف والشمول. وخير على الدليل على ذلك الأوامر السامية الأخيرة لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لتوفير كافة المستلزمات التعليمية والتغذية لطلبة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود. كما أظهرت أيضا مؤشرات التعليم الواردة في آخر تقرير للتنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى العالمي للتنافسية بيانات ومؤشرات متقدمة للتعليم في السلطنة، حيث احتلت سلطنة عمان المركز 15 في مؤشر التحليل النقدي في التدريس، والمركز 13 عالميا أيضا في الإنفاق على الطالب في قطاع التعليم الحكومي، والمركز الأول عالميا في خريجي الهندسة